الله عليك يا نصير، الله عليك يا مزراوي. مزراوي كل مباراة بيرد على تخل بيقول له انا بابا يالا، انا مزراوي يالا، انا ما اقعدش دكة يالا. نصير مزراوي بيبدع ويمتع في فوز غريب لبايرن ميونخ على كوبنهاجن في دوري الابطال. مزراوي لعب المباراة كاملة وصنع أكتر من 3 فرص حقيقية للتسجيل، وصنع الهدف الأول في المباراة اللي سجله جمال موسيالا. مزراوي عمل مباراة عظيمة دفاعيا وهجوميا، وكل مرة تخل بيبقى قاصد إنه يقعد مزراوي دكة، أما يجي يلعبه مزراوي يبدع ويمتع ويقنع ويقول لي تخل أنا ما أقعدش يالا، أنت عنصري فاشل يالا يا توماس يا تخيل. طبعا كوبنهاجن فاجئت الكل وسجلت هدف في الدقيقة 56. كلنا قلنا إيه المفاجأة دي؟ إيه اليوم الحلو ده؟ بعدها موسيالا بيسجل من صناعة مزراوي، وماتياس ستيل بيسجل من صناعة توماس مولر عشان المباراة تنتهي 2-1 للبايرن ميونخ على الكوبنهاجن. مزراوي عمل مباراة كبيرة زي ما قلت لكم، ومن وجهة نظري بدون بقى أي نفاق ولا تطبيل، ورب الكعبة والرب شاهد عليا، مزراوي حاليا من أفضل 3 باكات في الجبهة اليمنى على مستوى العالم، بالإضافة إلى مواطنه النجم المغربي الكبير أشرف حكيمي، وكذلك النجم الإنجليزي ونجم ليفربول كيرين دي ألكسندر أرنولد. في نهاية الأمر كل التوفيق لنصير مزراوي فيما هو قادم، وكل التوفيق يا مزراوي في إسكات مدربك الظالم التخيل فيما هو قادم.